حبايب قلبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بقراءة جديدة. الفيديو النهارده هيكون: هل عندك شخص متيم بحبك؟ هل عندك شخص ما يقدرش يستغنى عنك؟ عايزين نعرف مين هو الشخص ده، وطبعا هنتعرف عليه من صفاته، وعايزين كمان نشوف الحب ده من طرف واحد ولا من طرفكم انتوا الاتنين. يعني ممكن يكون الشخص ده في حياتك وبيحبك بس من على بعد، مش عاوز يعترف او مش عاوز يقول او مش عاوز يبين ان هو بيحبك، وممكن يكون الشخص ده بيلمح لك وانت كمان حاسس ناحيته بمشاعر اعجاب او بمشاعر حب، بس لسه مفيش بينكم اعتراف. القراءة النهاردة هتكون بأول حرف من اسمك انت او باختيار الاحجار. الحجر الاول هيكون حجر ده، هو لونه ازرق كده شوية، او مش ازرق يعني، منتي على بيبي بلو مثلا. ومجموعة رقم 2 تكون بالحجر الأخضر أهو، هو أخضر شفاف على فكرة، لونه جميل قوي. فتختاروا بالأحجار يا تختاروا بأول حرف من اسمك أنت. تمام. طيب لو انتوا أول مرة تشوفوني، ياريت تنوروني بالسبسكرايب في القناة وتقولولي بتتابعوني منين، وكمان يا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير لصحابكم عشان يوصل لهم الفيديو. وكمان ان شاء الله في اخر الفيديو ده هاخد سؤالين من الناس اللي كتبت في الكوميونتي او المنتدى بتاع القناة، اسئلة مجانية ان شاء الله هجاوب 2 في اخر الفيديو ده. وكمان لو عاوزين الفيديو الجاي ان شاء الله اجاوبكم، اعملوا كومنتات على الفيديو ده ونشوف اكتر ناس متفاعلة وهجاوبهم الفيديو اللي بعده زي ما كنا شغالين قبل كده عشان اقدر اني اجاوبكم كلكم. تمام. تعالوا بينا نبتدي القراءة بتاعتنا النهاردة ونشوف طاقة مجموعة رقم 1 والناس اللي اختارت الحجر. نقول بقى بيبي بلو، تعالوا نشوف الطاقة بتاعتكم دلوقتي. انت منتظر حاجة، انت في طاقة انتظار يا مجموعة رقم 1. الظاهر كده ان انت في طاقة انتظار اعتراف، شخص يعترف لك بمشاعره، او يعني انت عندك مشاعر تجاه شخص ومستني ان هو يعترف لك بمشاعره هو كمان، او يمكن في انتظار الشخص المناسب يدخل حياتك. انت في انتظار حاجة عاطفية، يعني في انتظار تطور عاطفي مثلا يبقى في حياتك الفترة دي. شايفاكم في طاقة مراقبة، بتراقبوا كتير قوي وبتحللوا حاجات كتيرة حواليكم، بتحللوا كلام وتحاولوا بتحللوا مواقف، وشغلين دماغكم قوي بحاجة الفترة دي، ويمكن الحاجة دي تعبتكم. طيب نأسف على انقطاع الفيديو، تعالوا نكمل. كنت بقول لكم انتوا بتفكروا في حاجه، والحاجه دي من كتر ما انتوا عمالين تفكروا فيها تعبتكم. تمام. ممكن الفتره دي يكون عندك عدم ثقه في اللي حواليك، لان انت طالع لك الشاكرا السادسه، وادام طالع لك الشاكرا دي يبقى انت عندك، ممكن يبقى عندك انسداد فيها على فكرة، وممكن تكون الشاكرا شغالة كويس جدا. طب تقدر تحس ازاي او تعرف ازاي؟ لو انت ماشي باحساسك وحدسك الفترة دي وحاسس كده براحة واثق في الناس اللي حواليك، ودايما بتحس بالحاجة قبل ما تحصل، وزي ما بيقولوا كده عندك الحاسة السادسة. تمام. لو انت كده فتمام، يبقى الشاكرا دي كويسة او طبيعية. طيب لو انت بتحس او عندك عدم احساس أو عدم ثقة في الناس اللي حواليك، يبقى الشاكرا دي فيها انسداد. كمان ممكن تبقى دايما بتحس مثلا بنفسيتك مش كويسة، بارتباك، مش عارف تتخذ القرارات، دايما حاسس بقلق وشعور كده بان انت منغلق على نفسك ومنغلق على ذاتك، عندك تشاؤم شديد. ممكن برضو لو جسديا نقول بيجيلك صداع، بيجيلك اجهاد في العين، بيجيلك مشاكل في السمع، مشاكل في الجيوب الأنفية، دوخة، كل الكلام دي معناها ان الشاكرا دي فيها انسداد.
ممكن ان انت تردد دايما الحي السلام، اسماء الله الحسنى الحي والسلام، اوكي. وكمان تعمل تأملات كتيرة وتلبس اللون الازرق، اوكي. الحاجات دي كلها بتساعد الشاكرا دي ان هي تبقى كويسة. كمان انت عندك وفرة مادية و فين راحت فين اهي، وفرة مادية ووفرة في كل حاجة حقيقة، يعني شايفة ان شاء الله ان شاء الله انت داخل على وفرات في كل حاجة، مجموعة رقم واحد. ولو انت كنت بتعاني من اي حاجة من اللي انا حكيت عليها دي فخلاص هي هتروح. شايفة كمان انت في حاجة للدعاء وفي حاجة للصلاة وفي حاجة للتقرب من الله الفترة اللي جاية دي. ولو في حاجة انت مش فاهمة او عاوز ان انت تفهمها او في حاجة حاسس ان هي مستخبية او مش باينة قصادك قوي، او شخص انت مش عارف الشخص ده فعلا كويس ولا لأ، فتجه لربنا ودعي كتير. اوكي تعالوا بقى نشوف مين الشخص اللي جاي الحب، مجموعة رقم واحد. ترى مين الشخص ده؟ عايزين نعرف مين هو الشخص ده يا ترى. شخص مجروح عاطفيا قبل كده، طلع من علاقة صعبة أو طالع من علاقات صعبة، ومش علاقات اللي هو فيه بينهم عدم توافق وخلاص، لأ علاقات اتأذى منها، تمام. يمكن يكون الشخص ده من برج الأسد، أوكي، أو من أبراج نارية. شخص اتوجع في حياته كتير من كل الناس اللي حواليه، أوكي. شخص تحمل فوق طاقته، يعني شاف كتير أوي في حياته، سواء حياته العاطفية سواء حياته المادية والمهنية سواء حياته الاجتماعية، شاف. اوكي الإنسان ده إنسان قائد على فكرة، أو شخصيته شخصية فيها الجراءة أو الشجاعة. تعالوا بينا كده نشوف. ده شخص بيحب دايما يخبي مشاعره، وهو نفس الكارت جاي مرتين. شخص موجوع عاطفيا او شاف عاطفيا كتير. الشخص ده شكل ما هو من برج ناري، خصوصا برج الاسد وبرج القوس كمان، اوكي. هو شخص منفتح مع كل الناس، هو شخص اجتماعي وبيحب يكون حواليه ناس كتير، وبيحب يكون حواليه أصدقاء ومعارفه كده. ولكن الشخص ده لما يجي عند الحب أو المشاعر يكون شخص مغلق على نفسه وعلى ذاته، ما يحبش إنه يبين خالص. لكن هو في الحقيقة رجل يعني أو امرأة شجاعة أو رجل شجاع وشخص مقدام، يعني بيبقى حابب انه يكون في الاول في كل حاجة. دايما هتحس ان الشخص ده كده يعني عنده حماس، بيشعر بالحماس، شخص بيحسس اللي حواليه دايما بالدفء، بيحسس اللي حواليه دايما ان هو معاهم، ان هو زي كأنه سند ليهم، او لو هم طلبوا منه حاجة ما يتأخرش. لما بيبقى ماشي كده في مكان بيبقى شخص عنده ثقة بالنفس عالية، تقول الشخص الكاريزما اللي ماشي ده، اوكي. كمان الشخص ده هتلاقوه شخص طموح جدا وبيعتني بنفسه
ودايما هتلاقوه عنده كمية طاقة عالية في كل حاجة. بس الشخص ده يعني بنيجي عند حتة الحب عنده وينغلق قوي على نفسه وعلى ذاته، ولكن هو في عمله مع أصحابه مع أي حد بيبقى شخص يعني عنده كاريزما كده وعنده طاقة، ويدي طاقة للي حواليه ويدي الدفء للي حواليه. تمام. طيب على فكرة بيحب الشخص ده سواء رجل أو امرأة، بيحب والده ووالدته جدا، يعني دول عنده أهم من نفسه. هو شخص بيحب والده ووالدته بدرجة كبيرة، سواء هما معاه أو هما مش معاه، هما ليهم جزء وليهم وقت في حياته، سواء هو بعيد عنهم في بلد غير البلد اللي هو فيه أو قريبين منه. لأ يعني والده ووالدته دول مهمين قوي في حياته. أوكي. العلاقة اللي طلع منها دي هو اللي طالع منها، مش الشخص التاني، يعني هو اللي مشي من العلاقة دي، اتوجع ومشي. تعالوا كده نعمل توضيحات أكتر. ويمكن كانت علاقة رسمية على فكرة، خطوبة، في كان في خطوبة أو كان في زواج، مش لازم يعني كله يكون في زواج، لأ يعني بس كان في ما بينهم علاقة رسمية وطلع منها، وطلعله في طاقته لأنه العلاقة دي علمته وخلته دايما يكون واخد زي كده حاجة مستخبي وراها، متخبي ورا حاجة انه ما يبينش مشاعره. اوكي. الشخص ده الله ايه ده، بصوا ايه سوف كبسه ايه سوف كبسه مع بعض. ما بيحب، بيحب من قلبه بجد، وبيدي حب ومشاعر واهتمام من قلبه بجد. الشخص ده لما بيجي ياخد قرار من القرارات بيصر عليه وبيلتزم بيه. تمام. يعني لو انتوا تعرفتوا على بعض وكان في بينكم عائق يمنع الارتباط او يمنع انه يوصل ليك او انت توصل ليه، الشخص ده هيصر ان هو يصلح العائق ده لحد ما يوصل في النهاية ليك، طبعا لو حب حقيقي. وطبعا احنا بنتكلم على الشخص اللي بيحبك او مطيم بحبك او اللي مقدرش يستغنى عنك. فلو انت عارف الشخص ده هو في حياتك وفي بينكم عوائق، تأكد ان الشخص ده لما بيصر على حاجة بياخدها في الاخر، مهما كان اللي قدامه ده او العائق اللي قدامه ده كبير. ممكن على فكرة الشخص ده تحس احيانا انه شخص عصبي، ولكنه في اعماق قلبه من جوه قلبه كده لا، شخص حنين جدا وشخص طيب جدا. هو مش خجول على فكرة، والشخص ده مستعد ان هو يجرب كل حاجة جديدة ومختلفة، وبيحب دايما انه يكون محور الاهتمام، يعني لو قاعد في قاعدة يحب انه يكون محور القعدة دي. اوكي. ممكن نقول عليه انه شخص يعني تفكيره كده تفكير في خبص شوية، يعني ممكن يفكر بطريقة فيها خباثة شوية عشان يوصل الحاجة اللي قدامه. وممكن كمان نقول عليه بأنه شخص درامي شوية، أو ممكن إن هو يعني يعمل قصة كده درامية يعني شوية مش كتير. عندي إحساس إن الشخص ده طلع من علاقة ثلاثية، هو اللي قرر الابتعاد عن الطرف اللي كان في حياته، هو اللي قرر انه يبعد عنه لانه ما استحملش ان يكون في الوضع ده، سواء رجل او امرأة. تمام. يعني سواء اللي بيتفرج رجل او امرأة، الشخص اللي بنتكلم عنه النهاردة هو اللي مشي لانه ما استحملش. هو شخص يعني غيور جدا، وشخص لا يقبل انه يبقى في حد معاه او الشخص اللي بيحبه يشاركه حد، طبعا خصوصا لو هي امرأة. يعني الشخصية دي كمان بتتميز بالجاذبية العالية، يعني شايفة ان الشخص اللي بنتكلم عنه النهاردة ده جاذبيته عالية في الكلام وفي الشكل الخارجي، يعني كلامه فيه جاذبية وشكله الخارجي فيه جاذبية. هو طبعا طبعا هنقول ان هو شخصية قيادية، شخصية مسؤولة، وشخص يمكن ان انت تعتمد عليه، وشخصية عنده الشجاعة. طيب
على فكرة ممكن كمان يكون من برج الجدي، بس أنا مش عارفة ليه حاسة إن هو من برج الأسد أو القوس. عايزين نقول إن في رقم 11 عندي، وفي رقم 4 بما إننا قلنا الأبراج، فعندي رقم 11 وعندي رقم 4 وعندي رقم 3، ممكن يكون من الأرقام دي تاريخ عيد ميلاده. أوكي طيب، خد بالك إن الشخص ده دايما بيميل لامتلاك الأشخاص المقربين ليه، يعني بيحب يكون عنده تملك كده في الشخص اللي بيحبه أو الشخص اللي معجب بيه أو الشخص اللي في حياته عامة. طيب احنا لسه هنعرف الشخص ده في بينكم مشاعر أو في بينكم حب متبادل ولا الحب من طرفه هو بس، ولكن لو هو من طرفه هو بس لحد دلوقتي لسه ما بينلكش أي غيرة، ما بينلكش أي تملك إن هو يعني عاوز يعرف عنك كل حاجة، أو مثلا ويقول لك ويفرض عليك حاجة هو مش في حياتك أصلا، فأكيد الشخص ده عنده مشاكل أو عنده أزمة نفسية من علاقة سابقة مأثرة عليه جدا لدرجة إنه هو بعيد لحد دلوقتي ومش قادر إنه يعترف لك أو يتكلم معاك. الشخص ده لو فعلا فعلا بقى في حياتك بقى مش من بعيد، هتحس جنبه بالحماية، هتحس جنبه بالحب، تحس جنبه ان هو بيواجه اي حاجة او اي مصاعب متعلقة بحبكم انتوا الاتنين عشان تكون معاه. تمام، هو دايما هتلاقيه كده في المقدمة. تعالوا كده نعرف اكتر عن الشخص ده. احيانا تحس ان هو مودي شويه في الشخصيه، هو لا شخص قوي على فكره. الشخص ده برج الاسد او برج القوس، كل شويه يطلع لي نفس الطاقه انه برج الاسد او من برج القوس او برج يناير، يعني ممكن يبقى الحمل، بس انا يعني اشك ان الاسد او القوس في الاول. لو انتوا في مكان وهو عينه عليك انت او معجب بيك انت، وانت ما حسستوش ان هو محور الكون او ان هو محور القعده دي او تكون كل اهتمامك بيه هو، هتلاقيه في حاله غضب. يعني ممكن ان انت تعرف الطريقه دي، لو ما ادتلوش اهتمام هتلاقيه انه في حاله غضب كبيره قوي. دايما بيبقى حابب انه يكون محور اهتمام الشخص اللي هو معجب بيه او مهتم بيه، يعني محدش يكون واخد كده الاهتمام منه. ولو جيت تنتقد هذا الشخص يعني لا يتقبل النقد خالص خالص، ممكن يتحول، لأنه هو شخص مودي جدا، يتحول من شخص بيضحك ومبسوط لشخص يعني يقلب الدنيا خالص، ما بيتقبلش النقد، لا يتقبل النقد هذا الشخص. والشخص ده مسيطر بطبعه جدا على نفسه وعلى الناس اللي حواليه. ممكن نقول ان الشخص ده ليه هواية او بيدرس مزيكا، او ليه هواية مزيكا، ليه هواية غنى، ليه هواية شعر، عنده هواية او موهبة. هنشوف كده اكتر ممكن يكون الشخص ده بيشتغل ايه. هو بيشتغل حاجة على فكرة حسب هواية، يعني عندي هنا طاقة انه بيشتغل حاجة على حسب هواية، يعني ممكن يكون بيغني مثلا او بيمثل او بيكتب شعر، وده ده شغله او ده الحاجة الأساسية في حياته. ممثل ليه فانس معروف. ممكن كمان على فكرة يكون الشخص ده ممكن على فكرة يكون الشخص ده جراح أو دكتور جراح، يعني أقصد دكتور جراح يشتغل في الجراحة. ممكن يبقى إيه كمان الشخص ده؟ ممكن يبقى كابتن. ممكن كمان يكون بيشتغل حاجة ليها علاقة بالبنوك،
يعني في البنك أو كابتن فريق أو بيشتغل حاجة في الإعلام، في التلفزيون، في السوشيال ميديا، بيشتغل حاجة معروفة ليها ناس كتير، يعني في ناس كتير تعرفه. ممكن نقول كمان إنه بيشتغل حاجة حكومية أو ليها علاقة بالقانون، يعني محامي. أوكي، يمكن دي المهن اللي طلعت عندي. تعالوا بينا كده بقى نشوف الشخص ده، ترى يا ترى هل ترى الحب ما بينكم؟ انتوا الاثنين يعني من طرف واحد ولا من طرفكم انتوا الاثنين؟ انت كمان بتحب الشخص ده، انت كمان على الاقل يمكن معجب بيه حتى. يا سيدي، الشخص ده بيحبك وانت معجب بيه لبعض الطاقات، انت معجب بيه بس هو بيحبك، ولبعض الطاقات هو بيحبك وانت بتحبه، والشخص ده بعيد عنك دلوقتي او ما بتشوفوش او ما بتتكلمش معاه، وانت وحشته وهو وحشك، سواء بقى يعني كل حاجة بقى، يعني كل الطاقات ممكن تبقى معاه هنا. ممكن يبقى شخص انت معجب بيه، ممكن يبقى شخص انت مرتبط بيه فعلا، ممكن يبقى شخص انت في علاقة حب معاه وعلاقة خطوبة، يعني ايا كان الشخص اللي في حياتك ده، لو طلع بنفس المواصفات اللي انا قلتها دي فهو متيم بيك، او بمعنى اصح ان الشخص ده ما يقدرش يستغنى عنك او ما يقدرش يدخل حد في مكانك، انت ليك مكانة خاصة. بس لبعض الطاقات ممكن تبقى انت بس مجرد عندك اعجاب بيه، ولكن هو عنده مشاعر حب تجاهك كبيرة، وواصل لدرجة انك انت بالنسبة له مصدر للشفاء الروحي. يعني لما بيتواصل معاك، لما بيتكلم معاك، لما بيكون جنبه بيحس ان روحه كده فيها شفاء. لو زعلان بيبقى فرحان، لو متضايق ومهموم بيلاقي ان كل الحزن وكل الضيقة اللي عنده دي راح. لو تعبان من حاجة اصلا، يعني لو تعبان من حاجة بيلاقي الحاجة دي خلاص خفت، مجرد بس لما يحصل ما بينكم كلام او محادثة. وعلى فكرة انتوا اتكلمتوا طبعا مع بعض، هو مش حب من طرفه هو بس، لأ انتوا اتكلمتوا مع بعض وانت حاسس لبعض الطاقات، قلت لكم مشاعر حب، وبعض الطاقات لا، مشاعر اعجاب فقط، لسه ما فيش عندك انت حب، ولكن لكل الطاقات الشخص ده بيحبك. بس عندي طاقة ان الشخص ده بيحبك ولكن هو لحد دلوقتي مش قادر يتكلم او يقول لك او يعبر لك او يعرفك، لان عنده مشكلة في موضوع المشاعر وموضوع الحب وموضوع الاعتراف ده، ودايما بيخاف ودايما واقف ورا حيطة كده، بيستخبى، بيحب من قلبه كده ويحب ان هو ما يبينش لحسن مشاعره، يعني تتجرح او يحصل له حاجة، يخاف على مشاعره. اوكي، طيب ده بالنسبة للمجموعة رقم واحد. تعالوا بينا نخش على المجموعة رقم اتنين، الناس اللي اختارت الحجر الاخضر. نشوف يا ترى طاقتكم ايه دلوقتي. او طبعا باول حرف من اسمك انت، وطبعا الحروف هسيبها لكم في الديسكريبشن بوكس وفي التعليق المثبت الاول. بسم الله، عايزين نعرف طاقتك ايه دلوقتي. اوكي، هي مجموعة رقم اتنين. لو عندك مشكلة مادية ففي فراغ ان شاء الله جايلك. انت في طاقة يمكن تواصل مع الناس، قرب من الناس، تتعرف على ناس جديدة، او في حد جديد دخل في حياتك، او لسه متعرف مثلا على صديق جديد. شايفة كمان ان انت في طاقة احلام، تحلم كتير الفترة دي، تحلم بحاجات يمكن تحققها، او بتغمض عينك كده والحاجات اللي انت مش قادر تعملها في الحقيقة بس الحاجة دي بتفرحك، أو مش قادر تطلع في الحقيقة بس الحاجة دي بتفرحك، بتحلم بيها كده وانت مغمض عينك.
تحس ان انت مرتاح وانت بتعمل كده، او لبعض الطاقات انت في احلام بتجيلك دلوقتي على هيئة رسائل ويمكن ملخبطاك شوية. كمان انت عندك الشاكرا الستة، فانت يمكن دلوقتي في طاقة انك حاسس ان الحاسة الستة بتاعتك شغالة، يعني تمام، او بتحس بحاجة وبتحصل فعلا الفترة دي، او انك عندك شك في الناس او عدم ثقة في اللي حواليك، او دايما حاسس ان اللي حواليك دول مش كويسين معاك او بيتكلموا من وراك او ايا كان. كل الاحاسيس السلبية دي يبقى انت عندك انسداد في الشقرة دي. وكمان قلنا لو هنجينا نتكلم على الجسد نفسه، فلو عندك انسداد في الشقرة دي دايما هيكون عندك صداع، وهيكون عندك زغللة في العين، دوخة، التهاب في الجيوب الأنفية، وجع أسنان، مش هتبقى مركز، يعني دايما تبقى كده مش مركز وحاسس ان انت تعبان. اوكي، شايف ان انت ممكن يبقى في عندك مشاعر تجاه الشخص، ولكن انت قافل قلبك، مش عاوز تتكلم او مش عاوز تقول، او انت قلت لنفسك انا هقفل قلبي لحد ما يجي الشخص المناسب، وانت لحد دلوقتي يمكن لسه ما حسيتش او ما عرفتش مين هو الشخص المناسب ده لبعض الطاقات. وفي لبعض الطاقات تانية انت بتتمنى شخص قدامك، بتتمناه ان يكون معاك في المستقبل، ويمكن بتحلم بده. اكتشفت ان في شخص مخادع او في شخص بوشين، وابتديت ان انت تبعد عنه الفترة دي. في رقم 7، في رقم 3 عندي، وفي رقم 26. ممكن تكون الأرقام دي ليها صلة بيك، أو أرقام مهمة في حياتك زي مثلا تاريخ ميلادك أو شهر ميلادك أو رقم حظك، أو أرقام يعني مهمة. طيب تعال نشوف ترى مين الشخص المتعين بحب مجموعة رقم 2. نشوف الكروت دي. شخصية بتجمع بين حاجات، يعني حاجات كثيرة. شخصية ماشية بالعقل وماشية بالقلب، يعني ده شخص محير كده من أولها. هنبتدي ونقول إن الشخص المتيم حبك أو اللي بشعر إحساس مشاعر حب تجاهك كبيرة، أو اللي مبقدرش يستغنى عنك، أو بيفكر فيك كتير، الشخص ده شخصية متعبة شوية. ونبتدي هو باين من أول كروت، باين يقول إن هو شخص متعب يعني. أوكي، شخص مش مفهوم خالص، يعني انت كواحد في حياته او هو معجب بيك مش هتفهمه، صعب الفهم شوية. بيتمتع بشخصية متناقضة حبتين، يعني عنده كده حبة تناقض في حياته. ممكن شوية تلاقيه عصبي، وشوية تلاقيه هادي، شوية تلاقيه رومانسي، شوية تلاقيه عقلاني. تعرفش رد فعله على المواقف هيكون عامل ازاي. شخصية بتتميز بروحانية عالية جدا، شخصية بتتميز بسيطرة في النفس وعناد كبير جدا جدا جدا، يعني عناد، وده الله يكون في عونك بجد،
الشخص ده عنيد بدرجة كبيرة. يعني مجموعة رقم 2، الشخص اللي بيحبك شخص يعني مش هتعرف منه خالص انه شخص منغلق على ذاته، الا لو جه وقالك. او ممكن دايما تبقى عايش في دور اني يا ترى بيحبني ولا لا، يا ترى الشخص ده عنده مشاعر فعلا ليا ولا انا بيتهيألي، يا ترى ايه. يعني دايما تبقى انت في تساؤلات لما الشخص ده يدخل حياتك. تمام، فالشخص اللي بيحبك يا مجموعة رقم 2 هو شخص منعزل، او عايزين نقول بدل منعزل نقول متحفظ شوية. يعني ما بيحبش يشارك اي حاجة خاصة بيه او اي اسرار، او اي مش حكاية اسرار بقى، اي حاجة عن حياته مع حد. يعني بيحب كده ان هو يهتم بشؤونه بنفسه، عنده مشكلة مع نفسه، فرحان مع نفسه، ما يحبش ان هو يشارك الناس او يعرف حد عن حاجة تخصه. وكمان عايزين نقول ان هو ليه حاجته الخاصة بيه، يعني ما يحبش مثلا يشرب مكان حد، ما يحبش ياكل مكان حد، هو شخص كده يعني. ده دي من اساسياته يعني. تمام، بس كل ده بينتهي خالص لما يكون جنبه شخص بيثق فيه بشكل كافي. يعني الثقة عنده دي مش هتيجي بسهولة، يعني هيقعد كتير جدا 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 لحد ما يثق فيك، او يثق مش لازم فيك يعني، يثق في الشخص ويبتدي ان هو ينفتح. بقى الشخص المتحفظ ده يبتدي ينفتح. فممكن تكون انت لحد دلوقتي في مرحلة ان هو متحفظ معاك، وعشان كده انت ممكن تكون برضو لحد دلوقتي مش عارف ان الشخص ده بيحبك، او انه انت بالنسبة له شخص مهم في حياته جدا. فعايزين نقول ان الشخص ده شخص متحفظ جدا. عايزين نقول كمان ان الشخص ده مش بينسى الجرح خالص. يعني لو تعرض لجرح، لو حد جرحه في مشاعره، ما بيعرفش ينسى، ما بيعرفش يسامح، وممكن يفضل يفتكر او يفكر في التفاصيل دي لحد اخر حياته. شخص ما بيعرفش ينسى اي جرح اتعرض ليه. تمام، ممكن نقول ان هو دايما بيتعامل مبدأ ان هو مثلا متضايق، زعلان، منعزل، او دايما صحابه يعني بيعرفوا عنه كده، يقولوا له انت دايما منعزل، دايما لوحدك، دايما زعلان، او دايما على وشك الحزن، او دايما سرحان. يعني هو ممكن يكون من النوع ده، عشان خاطر هو على طول منعزل، فممكن يكون اللي حواليه بياخدوا عنه الفكرة دي. هو اقل كلمة بتزعله، تمام، عايزين نتفق على الكلمة على الموضوع ده، أقل كلمة بتزعل وأقل انتقاد بيعرضه يعني لمزاج صعب قوي. هو شخص متقلب المزاج، يعني هو شخص حساس جدا وسريع الغضب بطريقة فظيعة فوق ما تتخيل، زي نقول شخص قماص. يعني ممكن تلاقيه بيضحك ومبسوط وفرحان وكل حاجة، مرة واحدة تلاقي الشخص ده اتقلب لشخص صامت وشخص بارد. ممكن بكلمة تكون قلتها من غير ما تشعر، ممكن بكلمة يكون حد قالها من غير ما يشعر، تلاقيه قلب لكده. شخص غيور جدا، خد بالك، غيور 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 بدرجة كبيرة، وبيبان على وشه، مش من الناس اللي مش بتبان على وشها، لا، ده بيبان على وشه انه غار، بس مش هيتكلم، هيبان على وشه بس. شخص سواء رجل أو امرأة مش هتفهم أبدا اللي بيدور في راسه. الشخص ده مش هتفهم اللي بيدور في راسه إطلاقا، مش هتعرف هو بيفكر في ايه، مش هتعرف هو عاوز ايه، مش هتعرف هو هيعمل ايه. يعني انا بعمل توضيحات عمال يظهر لي ان هو يعني شخص صامت ومتحفظ جدا. بص والله اهو، بيج اوف كابس وبيج اوف كابس، بيحب من قلبه قوي على فكرة، بيحب من قلبه قوي، بيخاف على مشاعره فوق ما تتصور.
فوق ما تتصور هذا الشخص اللي خاف على مشاعره، وفوق ما تتصور هذا الشخص الحب اللي بيبقى عايش فيه او زي نقول مسيطر عليه. بس بيبقى يمكن عايش او مسيطر عليه الحب ده لوحده من غير ما يعرف اللي قصاده. ممكن يعيش قصة حب معاك وهو مش معرفك. الشخص ده تقريبا الشخص ده كراش بالنسبة لك، او بس هنعرف الحب ده من طرفه بس ولا من طرفك انت هو. بس تقريبا الشخص ده كراش بالنسبة لك. ممكن تكون كمان تعرفه عن طريق العمل مثلا. حلو كده، نشوف ممكن يكون الشخص ده بيشتغل ايه. عايزين نشوف ترى ممكن يكون الشخص ده شغال ايه. ممكن يكون بيشتغل حاجة ليها علاقة بالأكل، عنده مطعم، بيشتغل شيف، بيشتغل عنده كافيه، بيشتغل في كافيه، يعني أيا كان حاجة ليها علاقة بالأكل والشرب أو التجارة عامة في شيء أو بيزنس مثلا خاص بيه أو حاجة. ممكن كمان نقول إن الشخص ده ممكن يكون بيعمل في المحاماة أو القضاء أو القانون. ممكن كمان نقول إنه بيعمل في مهنة التدريس، وخصوصا التدريس أطفال. أوكي، يعني ممكن حضانة أو ابتدائي. كمان ممكن نقول بيقدم خدمة لحد أو بيشتغل حاجة ليها علاقة بالنساء مثلا، ك بيشتغل في الموضة، بيشتغل في الأزياء والإكسسوارات، الذهب، الفضة. بيشتغل كمان ممكن نقول بيشتغل للشخص ده سواء رجل أو امرأة، يعني في التمريض، مساعدة الناس. أوكي طيب، هنشوف الشخص ده اللي هو حب من طرف واحد، من طرفه هو بس ولا من طرفك انت كمان. لا قابلته يعني انا مش قصدي قابلته ان هو انت اوريدي قابلته، هو قابلك وشوفتوا بعض، بس اقصد ان انت تعرفه ان انت عندك مشاعر ليه، مش مجرد هو بس اللي عنده مشاعر ليك، او ان حبه من طرفه هو بس، او اعجابه من طرفه هو بس. لا، الشخص ده معجب، والاعجاب اللي حصل ده اتحول لحب، وتحول لتعلق، وتحول انه خلاص الدرجة وصلت لحاجة كبيرة. يعني الشخص ده انت تعرفه من فترة طويلة طويلة، مش فترة قصيرة خالص، لا، الشخص ده انت تعرفه من فترة طويلة، ابتدى ان هو يعجب بيك، وبعد ما اعجب بيك ابتدى انه يتعلق بيك، وبعد ما اتعلق بيك ابتدى ان هو يحس بمشاعر تجاهك، وبعد كده يغير عليك، وبعد كده يراقب تصرفاتك ويراقبك، بعد كده يحس انه مش قادر يستغنى عنك، او مش قادر ما يشوفكش مثلا يوم، او مش قادر ما يتكلمش معاك يوم، او الكلام اللي زي ده. وتقريبا انه كل الفترة دي احتمال يكون بيلمح بسيط قوي 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 قوي، او معيشك في دايما علامة استفهام، الشخص ده بيحبني، الشخص ده انا بمثل له حاجة في حياته، ولا انا عادية، ولا انا ايه. انت دايما في الطاقة دي، انت مش عارف له، لان هو شخص محير شوية زي ما قلت لك من اول كارت نزل، قلت لك الشخص ده متعب ومحير وشخص متحفظ، فما بيبانش عليه اي حاجة. فممكن يكون بقاله فترة فعلا كبيرة معاك، ولكن ممكن يبقى فيها اعترافات بسيطة او تلميحات بسيطة منه. فانت تتأكد بعد القراءة طبعا لو مواصفات مطابقة معاه او اغلب المواصفات، يعني ان هذا الشخص معجب، سوري، ان هذا الشخص بيحبك. كان الاول اعجاب، بس بقالكم فترة كبيرة، وتحول الاعجاب ده لحب. والشخص ده انت حاسس ان هو ده الشخص المختار، او ان انت فعلا خلاص اوريدي قابلت الرومانتك بارتنر بتاعك، نصفك الاخر، وانك محتاج انك تتكلم معاه ويتكلم معاك
من القلب للقلب أو تتكلموا مع بعض بصراحة، و تتخلوا عن العناد انتوا الاثنين، يعني انتوا الاثنين معندين. هو من الشخصيات اللي بتخاف انها تظهر الحب، بتخاف او انه يلمحك كده ان انت تعرف انك مهمة بالنسبة له، بيخاف ان انت تاخد دي كفرصة. اوكي، فالشخص ده بيحبك، وطبعا الشخص ده انت عارفه وبتتكلم معاه، وانت كمان بتحبه، مش حب من طرف واحد، يعني قراءتين طلعوا الحب من ناحيتك ومن ناحيته. طلع لي هنا برج ايه، ممكن يكون الشخص ده من برج الاسد او من برج السرطان او من برج الحمل. اوكي، او ممكن كمان نقول من برج الميزان. طيب تعالوا كده ناخد القراءتين مجاني من الناس اللي كتبت اسئلتها على الكوميونتي بتاعت القناه. تعالوا كده ناخد سؤالين. طيب خلونا ناخد سمية برج العذراء، كراش رياض برج الميزان. هو كراش نظرات صمت، عايزة تعرفي هل هو معجب ولا انت بتتوهم. اوكي، هل رياض من برج الميزان معجب بسمية من برج العذراء؟ في إعجاب، الشخص ده معجب بيكي، ولكن يمكن الشخص ده حاليا هو بيمر بمشكلة أو بيمر بأزمة أو بيمر بحاجة معينة في حياته، والحاجة دي محدش يعرفها، والحاجة دي عاملة له عائق حاليا في حياته. بالنسبة لك أنت هو معجب بيكي، بس هو شخص يعني في عنده مشكلة، عشان كده هو يمكن لحد دلوقتي ما تكلمش معاكي، وفي بس نظرات ما بينكم، بس ما فيش ما بينكم كلام، في بينكم نظرات عشان خاطر المشكلة اللي عنده دي، وحاجة محدش يعرفها. اوكي، سؤالك هل هو في عنده تجاهك انتي اعجاب؟ في اعجاب، وشايف ان انتي حلوة او جاذبية فيكي عالية، انت عندك طاقة وجاذبية عالية، هو بيشوف ده فيكي. طيب فمعجب بيكي، ومعجب بيكي فعلا، بس عنده مشكلة حاليا. نشوف حد تاني. طيب ميادة برج الميزان وأحمد برج السرطان كراش، هل في منه أي مشاعر؟ هل أحمد سرطان في عنده أي مشاعر تجاه ميادة برج الميزان؟ عنده مشاعر، معجب بيكي يا ميادة، معجب بيكي، عنده مشاعر إعجاب وانجذاب تجاهك، ولكن هو دلوقتي مركز في عمله ومركز في شغله، طموحه، مستقبله، أو اللي شاغل باله دلوقتي المستوى المادي أو العمل يعني. تمام، فهو مقرر إن هو يبقى سنجل، أو إن هو يبقى مفيش حد في حياته أو حد رسمي في حياته، حتى لو هو معجب بيكي بس مفيش خطوة رسمية، او ان هو ما يتكلمش او يقول حاجة غير لما يبقى متأكد ان هو ماليا يقدر على ده. فتفكيره كويس يعني، على فكرة هو معجب بيكي، بس هو مأجل فكرة الارتباط لحد ما يبقى قادر ماديا، وهو زي ما شايفه هو سنجل. اوكي، طيب احنا كده ردينا على سمية وردينا على ميادة من بوست القراءات المجانية، وطبعا ان شاء الله الفيديو الجاي برضو هجاوب على اتنين. وطبعا انتوا زي ما انتوا عارفين انا بشوف مين المتفاعل اكتر على القناة، وحاول ان انا
أجاوب طبعا، هجاوبكم كلكم إن شاء الله، بس طبعا الأولوية للي بيعمل شير، اللي بيعمل لايك، اللي بيعمل كومنت، اللي بيشجعني طبعا، يعني الأولوية للناس دي، وإن شاء الله أجاوبكم كلكم بإذن الله. شكرا لكم، باي باي.